الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا لقاء آخر من لقاءاتنا في هذه الدورة، تحدث فيها عن واجبات الحج وتأثيرات الجائحة عليها. وأتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن مسائل متعلقة بتأثير المرض على وجوب الحج، فإن العلماء قد أجمعوا على أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، أخذا من قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دل هذا على اقتصار الوجوب على المستطيعين، لأن لفظة الناس من ألفاظ العموم، قد جاء بعدها البدل في قوله: من استطاع إليه سبيلا. والبدل نوع من أنواع الصفة حسب اصطلاح الأصوليين، ومن ثم يجعلون هذا البدل أو الصفة من أسباب تخصيص اللفظ العام، وهو من المخصصات المتصلة، فدل هذا على انحصار الوجوب للحج في المستطيع فقط دون غير المستطيع. ومثله ما ورد في الحديث الذي أخرجه الشيخان من طريق الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. حيث قصر وجوب الحج على المستطيعين فقط. وقد اختلف العلماء في مفهوم الاستطاعة المشترطة في الحج، فقال المالكية: المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية، وقال الشافعي وأحمد: المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية، وقال أبو حنيفة بأن الجميع يدخل في معنى الاستطاعة. ومن هنا نفهم تأثير المرض على وجوب الحج. إذا قلنا المراد بالاستطاعة الأمور البدنية كما قال مالك، فإن من كان عاجزا عن الحج ببدنه لوجود المرض، فإنه حينئذ لا يكون الحج واجبا عليه أصلا. ومن ثم على قول هذا الإمام أن من مات من المرضى الذين لم يستطيعوا الحج بأبدانهم وكان لم يحج في حياته، فإنه لا يلزم إخراج من يحج عنه من ماله. وعلى القول الآخر يكون ذلك من الأمور اللازمة. ومما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الاشتراط، بحيث يشترط الإنسان عند بداية الإحرام أن له الحق في التحلل من الإحرام متى جاءه أمر يمنعه من مواصلة الحج وإكماله. ومن ذلك الاشتراط بسبب المرض. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حجته، أو لما أراد أن يحج، جاءته ضباعة بنت الزبير فسألته عن الحج وهي شاكية، يعني مريضة تشتكي،
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي، فإن لك ما اشترطت على ربك. هذا الحديث لعلماء الحديث بحث في شيء من إسناده، وإن كان الأظهر هو صحة إسناد هذا الخبر وعدم توجه الطعن لإسناده. وقد اختلف العلماء في حكم الاشتراط ومدى تأثيره على قولين مشهورين، أولهما القول بعدم مشروعية الاشتراط وأن الاشتراط لا ينفع وليس له أي تأثير في إباحة التحلل من الإحرام، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهما، وقالوا بأن الخبر الوارد في ذلك خبر مخالف للقياس بما تعم به البلوى فلا يكون مقبولا. القول الثاني بأن الاشتراط ينفع، وأن من اشترط أن له التحلل وربط ذلك بأمر من الأمور فإنه يجوز له التحلل متى حصل له ذلك الأمر الذي ربط إحرامه به. وهذا القول هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، استدلوا عليه بحديث ضباعة بنت الزبير السابق، وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن من اشترط عند إحرامه أن له الحق في التحلل عند حصول أمر من الأمور فإنه يجوز له التحلل حينئذ ولا حرج عليه في ذلك، لأن من عقد الإحرام وجب عليه إكمال إحرامه حتى يتمم النسك لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فحينئذ من لم يتمكن من إتمام نسكه فإنه لا يخلو من أحد حالين: الحال الأول أن يكون لم يشترط، بالتالي فإنه يتحلل بذبح الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فإن قريشا صدته عن البيت فتحلل بعد أن ذبح هديه. والحال الثاني أن يكون المحرم قد اشترط أن له التحلل إذا حصل له هذا العائق، فحينئذ إذا حصل له هذا العائق وتحلل فهل عليه دم أو ليس عليه شيء؟ قال أبو حنيفة ومالك: الاشتراط لا ينفع، وإذا حصل له ما يعيقه عن إتمام حجه أو عمرته وجب عليه أن يتحلل بذبح الهدي لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد أن له الحق في الاشتراط، وأنه إذا اشترط جاز له أن يتحلل من إحرامه بدون أن يجب عليه هدي. استدلوا على ذلك بحديث ضباعة بن الزبير التي أشرت إليه قبل قليل، وقالوا بأنه لا مانع من تخصيص الآية بهذا الخبر. وهذا القول أرجح القولين لصحة الخبر الوارد في ذلك، ولأن عمومات الكتاب يمكن تخصيصها بواسطة أخبار الآحاد
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة وهي متعلقة بما لو نوب الإنسان من يحج عنه فمرض النائب، فإن حكمه حكم من حج عن نفسه ابتداء، فإن كان لم يشترط فإنه يتحلل بالهدي، وأما إذا اشترط فإنه إذا تحلل لا حرج عليه في ذلك. وهذا يجعلني أشيد الخدمات الطبية والصحية التي تقدم للحجيج من قبل الجهات الرسمية السعودية جزاهم الله خيرا، سواء فيما يتعلق بمعالجة المرضى ومتابعة أحوالهم، بل ويصل الأمر إلى أن يرتبوا إكمال حج المرضى بالذهاب بهم إلى مواطن مناسك الحج، فيمكنوهم من الوقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، وهذا من فضل الله عز وجل على المسلمين في هذا الزمان. ومما له ارتباط بهذه المسألة حج من لم يحصل على التصريح، فإن الناس في هذا الزمان قد جاءتهم هذه الجائحة التي يخشى من انتشارها في العالم، وبالتالي اتخذت الجهات الرسمية في الحكومة السعودية عددا من الإجراءات ليكون لها أثرها في عدم جعل مكة بؤرة لهذه الجائحة، حيث تكون سببا من أسباب انتشار هذا المرض على مستوى العالم. ومن هنا رأت الدولة تخصيص الحج بمن هم في الداخل من أجل ألا يكون هناك نقل لهذا المرض، ومن أجل تطبيق ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها، إذا جاء الطاعون إلى بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذه القاعدة العظيمة في الأمراض المعدية والأوبئة كان سببا من أسباب تخصيص الحج لمن هم بالداخل، ولم يقصر الحج على السعوديين فقط، بل عمم حكمه للسعوديين وغير السعوديين ممن يقيم داخل المملكة. ولذا فإن هذا الإجراء متوافق مع التوجهات الشرعية في حماية الناس من الأمراض المعدية والأوبئة، فجزاهم الله خير الجزاء. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن الإنسان إذا أراد أن يحج البيت فعليه أن يحصل على التصاريح اللازمة لأداء الحج من أجل أن يكون مطيعا لصاحب الولاية والطاعة له من الواجبات الشرعية، ومن أجل أن يكون الإنسان قد ناء وأبعد نفسه عن العقوبة التي تفرض على من يوجد في مواطن المناسك بدون أن يكون عنده تصريح الحج. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن العبد ينبغي به أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالاستجابة لذلك، بحيث
لا يحج الإنسان إلا إذا حصل على التصريح النظامي للحج. وأبشر إخوتي الذين لم يتمكنوا من الحج بسبب عدم الحصول على التصاريح اللازمة، بأنني أرجو أن يكون لهم أجر الحج كاملا تاما، وذلك لأن قاعدة الشريعة أن من أراد عملا من الأعمال الصالحة وبذل الأسباب لتحصيل ذلك العمل فلم يتمكن منه فإنه يكتب له أجره كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك قال لأصحابه رضوان الله عليهم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، في رواية: ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. ولذا فهنيئا لإخوتي الذين رغبوا في أداء الحج وحاولوا أن يسجلوا في موقع وزارة الحج، ولكنهم لم يقدر لهم أن يأتوا بالحج فتركوه لعدم حصولهم على التصريح. نبشرهم بأن أجر الحج سيكتب لهم كاملا. وإذا كان الإنسان عند حجه قد ينقص أجره بسبب إقدامه على شيء من المعاصي كالغيبة وغيرها، أو فعله لشيء من المحظورات، فإن من ترك الحج لعدم حصوله على التصريح يرجى له أن يكتب له أجر الحج كاملا. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه لا يجوز للإنسان أن يحاول التفلت من الجهات الأمنية الرسمية من أجل أداء النسك، وذلك لعدد من الأسباب. أولها أن الإنسان ينبغي به أن يريد الأجر والثواب بحجه، ومن لم يحصل على التصريح مع رغبته في الحج فإننا نرجو له أن يكتب له الأجر كاملا. بالتالي الثمرة والهدف الذي كان يسعى إليه في الحج قد حصلت. والأمر الثاني أنه بذلك يعصي الله جل وعلا، لأن الله قد أمر المؤمنين بطاعة أصحاب الولاية. بالتالي فإن الإنسان إذا خالف ذلك حصل له وزر وإثم، ومن يأتي للحج يرغب في الأجر والثواب لا يرغب في تفويته. والأمر الثالث أن من كان منه محاولة لتجاوز الأنظمة في هذا الباب يعرض نفسه للعقوبات، سواء كانت عقوبات مالية أو كانت بالإبعاد من البلد أو بغيره من أنواع العقوبات. ولا يحسن بالإنسان أن يعرض نفسه للعقوبات. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بالسمع والطاعة لصاحب الولاية في هذا الباب. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء متعلق بالحج وأثر الجائحة عليه، وإن شاء الله أن يكون بيننا وبينكم اللقاء القادم والثالث. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.